انت نازل ولا ايه؟ مش قلت هتاخد النهارده اجازه عشان تقعد مع العيال؟ عايز الحق اروح الاداره التعليميه عشان اشوف اقدم لهم ازاي، مش عايز الوقت يسرقني. طب اقعد كلك لقمه الاول. عايز الحق مشواري. ايه؟ ما بتفطروش ليه؟ احنا في انتظارك يا ابي، احنا نبدا بالشيله. السلام. واحد بقاله فترة ما استحماش بمية سخنة. انت بقالك فترة ما استحمتش اساسا. البركة في ولاد اخويا، صلحوا السخان. هما اللي صلحوه. ايه يا بدرية، عملت لهم الفطار اللي في الليستة؟ بالملي يا اخويا، بس كان نفسي جنب الرز كده اعمل لهم طبق ملوخية ولا دقية بامية. بامية ايه على الصبح؟ ايه العك ده؟ كان هو الرز مع الرنجة اللي مش عك. طب خليك انت في قصعة المونة اللي انت هتضربها دي. ما تقعد تفطر معانا يا ابو ناصر. لا مصطفى، عبد الرحمن، ما تعتبوش بره باب الشقة. بدرية خدي بالك من العيال دول، في عينيا يا اخويا. بلاش يا ابو ناصر، هنخلي بالنا منهم. صغر اللقمه، صغر اللقمه. والله انا نقلك المدرسه في لبنان. هو في كده؟ والله انا طول عمري بحب لبنان وناس لبنان. أسماء بناتك الأمارات اللبنانيات اللي أنت عايزة تنقلهم هنا إيه عشان أسجل أسمائهم؟ إليسا وهيفا. إليسا وهيفا، ما شاء الله، أسماء جميلة وأصوات جميلة، أكيد إيه. طالعين لمامتهم. أصل إحنا عندنا مثل مصري بيقول اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لأمها. يا شبيطة بيه، حضرتك ما ردتش عليا عشان أنا مستعجل. يا بني آدم خلي عندك دم، اهدى شوية. أنا برضو اللي اهدى شوية يا بيه، أنا سايب عيالي في البيت لوحدهم، عايز أرجع لهم. أنت ما تعرفش الموضوع. يعني إيه؟ ما كل عيالنا في البيت، انت عيالك في البيت وانا سايب عيالي في البيت والهانم. اكيد سايبه اليسا وهيفا في البيت. مش كده برضو يا هانم؟ ايوه يا سيدي، بس تلاقي الهانم سايباهم مع عاصل حلاني، لكن انا سايبهم مع استرجي. لك شو هالعمى؟ انطر شوي. ما سمعتش؟ خلي عندك احساس ودم، انطر شويه. عن اذنك لحظه واحده بس، هخلص عليه وارجع لبناتك بتوع لبنان. والله انا طول عمري بحب لبنان وناس لبنان. يا استاذ ايميل لحود. خلاص خلاص يا سيدي، عندك ثلاث حاجات، يا مدارس حكومه، يا مدارس خاصه، يا مدارس انترناشونال. انا عايز ادخلهم احسن مدارس. مدارس انترناشونال التكلفه لا تقل عن 80,000 جنيه في السنه. طب والخاصه؟ لا تقل عن 20,000 جنيه. مفيش حاجه ب2000؟ عندي، عايزها مقلم ولا ساده؟ يا عم هو انا جاي اشتري بجامه؟ انت هتهزر؟ انت اللي بتهزر يا استاذ، بتعطلني. اتفضل، ادي الليسته اهي بتاعت الحكومه. شكلك. والله يا هانم انا طول عمري بحب لبنان وجبال لبنان وناس لبنان وكريز لبنان. ندى يا جماعه كده بقى، الحاسب الصف، ابوس ايديكم. ها الرجاله كده والستات كده، وكل واحد عارف اللي وراه ومين اللي قدامه. عايز اسامح. اصلح ده. عايز اصلح ده؟ لا ده تعمله حوض سمك. يلا حبيب، يلا اخويا، تعال مغاوري. تحسبك 55 مروحه و40 خلاط و30 مكوه، يبقى اللهم صل على النبي الحساب 125. اللهم صل على النبي، ده انت اسرع من الكالكوليتور. الشاي الطواط 100 مسا على دماغك يا معلم. هو في ايه؟ يلا اتكل على الله. ما في ايه اللي حصل؟ فين كده ليه يا جماعه؟ هو في ايه؟ يا نهار اسود، انا بدل البيت مركز زينا شاهين. فيها بحار. يلا يا جدع من هنا. انت هتضرب الزباين. بتتبنتر على النعمه. يلا يا عم حاج، ما تخافش يا حاج، هجيب لك بدادين. يلا يا حاج، يلا حد ليش؟ يلا حد بتسترزق من ورا العيال يا شاهين. الله فيها محرم. الله، وانا غلطان انا وجهتهم؟ ده العيال في ايدها صنعه توكلها الشات، ده الايد البطاله نكسه. قول لنفسك يا اخي. ما خلاص بقى يا اخويا، ما حصلش حاجه لده كله، هدي نفسك. انت تخرسي خالص. يلا من قدامك. يلا يا شاهين. يلا يا شاهين. شايفه بيزعق ازاي؟ انا ما خدتش شهاده ضمان. شهاده ضمان ايه يا عم؟ انت فاكر نفسك في العجيل؟ اتكل على الله يا حاج. على فكرة أنا زعلان منكم، اللي انتوا عملتوه ده غلط. تعلمنا نسمع كلام الكبار، انتوا عملتنا شيء كبير. عندكم حق، أنا اللي غلطان، بس بعد كده ما تسمعوش كلام حد غيري، مفهوم؟ أبي هل ممكن نعود إلى يابان؟ عايز تسيب مصر بسرعة كده؟ دي مصر دي جميلة أوي يا مصطفى، دي فيها الأهرامات. إيه انتوا مش عايزين تشوفوا الأهرامات؟ نعم يا ابني، نريد ان نراها. اخلص بس موضوع المدارس بتاعه كده واوديكوا الاهرامات ان شاء الله. بقول لكم ايه،
هتشوفوا لي الموبايل ده بيهنج ليه؟ ربنا يخليهم. شكر قوي. الأوراق تمام؟ كله تمام. يقدروا يجوا المدرسة من بكرة؟ لا مش بسرعة كده، لازم الوزارة تمتحنهم الأول. ليه؟ ليه هتمتحنهم ليه يا فندم؟ دول اليابانيين، يعني هم اللي يمتحنوا الوزارة. ده قانون حضرتك، الوزارة لازم تعمل لهم امتحان تحديد مستوى. بالنسبة لسنهم هم المفروض رايحين تالتة ابتدائي، يعني لازم الإدارة تمتحنهم في منهج تانية ابتدائي. يا نهار أبيض، ده حوسة، دول هم ست شهور. طب قد إيه منهج تانية ابتدائي ده؟ أصل أنا بشتغل وما عنديش وقت. حد يبقى عنده ولدين جمال كده ويبقى فرطة؟ بص أنا أصلاً ضد الدروس الخصوصية، بس أنا ما عنديش مانع أذاكر لهم. إزاي يعني؟ هو مش حضرتك في الإدارة؟ لا أنا مسؤولة بس عن طلبات الالتحاق بالمدرسة، بس أنا أصلاً أخصائية اجتماعية وبدرس حساب لسنة تالتة عشان عندنا نقص في المدرسين. ما شاء الله، ما شاء الله بجد. ما هو أنا عايز النوعية اللي زي الأستاذة لبنى دي. مش قاعدة بتلقط رزقها، مش مكتفية بالوظيفة وقاعدة كده مريحة. أهو بصي يا فندم، أنت تشوفي الولاد وإحنا برضو هنشوفك، مش هنبخل عليكي يعني. بس أنا مش عايزة أي حاجة، بالعكس دول هم اللي هيفيدوني مش انا اللي هفيدهم. انا هضمهم لعينه البحث بتاعي، اصلا انا بحضر ماجستير في تاثير تغيير البيئه على نمط سلوك الطفل في ظل المشكلات الاجتماعيه المستحدثه. لا اله الا الله، ده من ايه ده؟ طب بحضرتك نساعدك ازاي؟ بتقبلي تبرعات؟ طيب انا مش فاهم ايه المطلوب يعني. ولا اي حاجه. تحب ابدا اذاكر لهم من امتى؟ يا ريت لو من بكره. مين فيكم مصطفى ومين عبد الرحمن؟ انا مصطفى. وانا عبد الرحمن. طب شيك هاند يا مصطفى، انت عبد الرحمن. اتفضل. ما قلتليش بقى يعني هتاخدي كام في الحصه؟ مش هاخد. برضو مفيش فايده فيكي، هتدي درس العيلين وببلاش. يا ماما يا حبيبتي انا قلتلك ان هما اللي هيفيدوني في عينه الماجستير بتاعتي، يعني المفروض انا اللي ادفع لهم فلوس مش هم. ما هو ده اللي كان ناقص. مش كفايه هاريه نفسك طول النهار في المدرسه شغاله في الاداره واخصائيه اجتماعيه ومدرسه، وكمان يا ريتها مدرسه عدله الا في الاخر مدرسه حكومه. ما هو لو كل اللي بيشتغلوا في مدارس حكومه قالوا زي ما انت بتقولي كده وسابوا العيال وهربوا، العيال مش هتلاقي حد يعلمها. اصلهم بيطلعوا متعلمين قوي. يوم 8 في الشهر استلف راجل من جاره مبلغ 100 جنيه، والراجل ده اتفق معاه ان هو يسدد له المبلغ على دفعات يومية متساوية من يوم 10 في الشهر لحد الشهر ما يخلص. فكم مبلغ الدفعة اليومية وكم سيسدد بعد مرور 10 ايام؟ قول يا محمود. صفر. ده ازاي بقى؟ لان محدش بيستلف حاجة ويرجعها يا ابني. طب اقعد يا فايح، المسألة دي غلط يا أبلة. ليه بقى؟ إن شاء الله أنت كمان. أنا أبويا بيستلف من أول الشهر. هتجيبوني القلب، حد عارف ولا لأ؟ قول يا خال. الكام اليومية؟ 5 جنيه، وبعد العشرة أيام كل سجل 50 جنيه. برافو، شاطر يا خالد، كلنا نسقفك. إيه يا مصطفى؟
إجابة خاطئة يا أستاذ ربنا.